السلام عليكم ومرحبا بكم. بعد غياب 3 أعوام بسبب جائحة كورونا، مكناس كان لها العودة مع الفرح والاحتفاء أو الاحتفال بفعاليات الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاح، المعرض اللي كيعرف حضور الفلاح المهني الفاعل التعاوني والمؤسسات وضيف شرف المملكة المتحدة. هي فرصة للتعرف الجديد لعالم الفلاحة. المنظمين هذه الدورات تاخذوا شعار لهم الجيل الأخضر من أجل سيادة غذائية مستدامة. فمرحبا بكم في اليوم الأول من فعاليات دورة مكناس. الموضوع هو موضوع جد مهم، اللي هي السيادة الغذائية وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر لأجل يعني إرساء الأسس للفلاحة ديالنا باش يعني تلبي هذا الهدف اللي هو مهم جدا ديال الأمن الغذائي عبر السيادة الغذائية. فهذا الموضوع غادي نناقشوه بعدة زوايا. عندنا محاضرة غدا ولا مناظرة اللي فيها عدة محاضرات هي يعني عالمية واللي فيها تدخل للوزراء لا الأفارقة ولا الأوروبيين، فيها خبراء وفيها يعني تبادل تجارب كذلك والتجربة المغربية اللي غادي تكون حاضرة واللي غادي تكون غادي تقاسم وتناقش كذلك في هذا النطاق، وكذلك التجربة المغربية في التعاون مع أفريقيا على هذا الموضوع. هذا نحن جد مندهشون في هذا العرس الحدث لعظيم الشرف في لقائي مع رئيس الحكومة وزير الفلاحة. لدينا العديد من المجالات للعمل من أجل التعاون في مجال الفلاحة على وجه الخصوص. نعتمد على المغرب في العديد من المنتوجات. للتأكيد أشياء كثيرة يمكن القيام بها، خاصة في الفلاحة أو الزراعة التكنولوجية. الحكومتين في بحث للتقاسم في هذا المجال. لدينا علاقات قوية ومتينة لسنوات عديدة ونرغب في الاستمرار على نفس النهج. A very strong relationship for many years, and we want that to continue. اليوم الحمد لله كنمثلوا تقريبا 85% من الانتاج الوطني ديال البواكير سوس ماسا، اكثر من 1,600,000 طن من البواكير، وكذلك كنمثلوا اليوم 92% من الصادرات الوطنيه ديال الخضر، وهذا مهم. اضافه لذلك بطبيعه الحال هو تزويد السوق الداخلي بالخضر والفواكه. هذا مشروع مهم، مشروع مهيكل للجهه، واللي جاء لتعبئه موارد مائيه غير اعتياديه. فالحمد لله كاينة تحلية ديال المياه واللي غتمكن مشروع التحلية لأنجزها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، واللي غيمكن من تعبئة أكثر من 400,000 متر مكعب يوميا. المشروع جاء أولا لتلبية الماء الصالح للشرب لأكادير الكبير، وكذلك لسقي 15,000 هكتار من البواكر، واللي غتمكن إضافة مهمة ديال البواكر واللي غتزود السوق الوطنية بالخضر والفواكه تقريبا أكثر من 2 مليون طن سنويا من المرتقب. إضافة لذلك كاين جانب اجتماعي مهم، وهو اليد العاملة المؤهلة بالمنطقة، وجانب بيئي جد مهم، وهو أولا المحافظة على الفرشة المائية ديال الشوكة والمحافظة على النشاط الفلاحي بسوس ماسا. جهاز الدخله والذهب، يعني كاين هناك مشروع مهيكل اللي هو مشروع تحليه سقي 5000 هكتار بواسطه تحليه مياه البحر، واللي غادي يمكن الجهه من الرفع من الانتاج تقريبا او مضاعفه الانتاج 6 مرات وخلق تقريبا 10,000 منصب شغل قار. في هذه النسخه المعرض يعني دخلت بواحد المنتوج جديد لتنويع العرض، وهو الجبن. اولا النسخه الثانيه من الجبن الطاري، اللي واحد التركيبه جديده
واللي عطاته واحد الذوق اللي فعلا الكل يعني تارك له الانتباه هذا التركيبه. وثانيا الجبن الناضج اللي اول مره في الاقاليم الجنوبيه اللي نتجته جهات الداخليه وادي الذهب، واللي غادي يمكنها من يعني من انتاج تقريبا 21 طن سنويا. كنقوموا باجراء تحاليل في عده ميادين مختلفه، الميدان الزراعي والغذائي، لمراقبه جوده وسلامه المواد الغذائيه. بيان سور كنديروا تحاليل فيزيائيه وكيميائيه، وفي الميدان البيولوجيا الجزيئيه اللي كتعتمد تحليل الحمض النووي او ما يسمى بالADN. المختبر ديالنا غادي يساعد الفلاحه مثلا في الميدان ديال النخل، ممكن يعرف النوعيه ديال اشجار النخيل من الاول ديالها، يعني قبل ما يتسنى 5 سنوات باش تعطيه المنتوج ديالو، يعرفها واش مجهول ولا بوفقوس ولا نوعيه اخرى. المهم تيكون تيقدر يعرف على حساب تحليل الADN ديال اشجار النخيل.